كابتن خالد الغندور طلع بيقول لك ايه، ان نادي الزمالك هو نادي الوطنيه، ده كله عشان بعت احمد سيد زيزو للمنتخب الاولمبي، تمام؟ ده على اساس ان النادي الاهلي مش بعت مثلا كريم الدبيس ومش بعت اللعيبه بتاعته او اللعيبه الناشئين اللي بيلعبوا في المنتخب اللي هو الاولمبي. انت كل اللي انت بعته احمد سيد زيزو زياده عن محمد شحاته، تمام، وحسام عبد المجيد، والمدرب بتاع نادي الزمالك دلوقتي عاد بيستفيد دلوقتي من الناشئين، بيحاول ان هو يشوف 2 3 لعيبه يعرف يسند عليهم الموسم الجديد. عندك في 2021 النادي الاهلي بعت كل اللعيبه بتاعته، راح لعب في كاس العالم للانديه من غير لعيبه. النادي الاهلي ده ملوش علاقه بالوطنيه، صح؟ عندك نادي بيراميدز برضه ابراهيم عادل كان هيعيط عليه. بص، هنفضل نتكلم 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 وفي الاخر هتبطلوا على نفس النغمه، نادي الزمالك نادي الوطنيه. هو فعلا، ما هو نادي الزمالك والنادي الاهلي لازم يكونوا انديه وطنيه، انديه تبع المنتخب، بس فكره ان تكرارها كتير هو ده بقى اللي بيزعل، وهو ده اللي بيعمل تعصب. ما فيش حد بيعرف يعمل تعصب في البلد دي غير كابتن خالد الغندور، ودي معروفة من زمان.